رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الهلال. سمو الأمير مساء الخير. حياك الله، أهلا وسهلا بك بالخير، ومسي على ضيفك الكريم دكتور، وأبارك له في الإنجاز، وأبارك للهلال اليوم، وأبارك للكرة السعودية كلها. سمو الأمير ألف مبروك لكم كأعضاء شرف، كمجلس إدارة، كجمهور للكرة السعودية، للرياضة السعودية، هذا الانتصار الساحق اليوم على فريق العين. إيش ممكن سمو الأمير نقوله حول هذا الانتصار؟ صحيح نبارك البعض، ولكن فريق العين فريق كبير، ولعبنا شوط الآن وفقنا الله 3 أهداف، ولكن هذه لا تجعلنا ننسى أنه العين صعب في أرضه، والنتيجة بعلم الغيب، ولكن مثل ما جبنا 3 أهداف هنا مهيئين أنهم يجيبون أيضا 3 أهداف، فيجب أننا ندرك تماما أنها البطولة لا تأتي إلا بجهد. صحيح. حققنا 3، صحيح أنها مريحة، صحيح أنها أعطت الهلال أفضلية، لكن برضو في شوط كامل، يعني مباراة كاملة. صحيح. سمو الأمير، هل ترى بأن الهلال يعني بات قريب جدا من دوري أبطال آسيا بعد هذه المباراة؟ والله لا، قريب جدا، كل شيء يحتاج إلى جهد وإلى تعب. صحيح. الإدارة ما قصرت، اللاعبين ما قصروا، المدرب ما قصر، بس التوفيق بيد الله، وبعدين الجد في الأمور الحاضرة. حطينا للبطولة خطوة جيدة، حققنا 3 أهداف، لكن لم نحقق البطولة بعد، في طريقنا لها إن شاء الله. فأتمنى أنه إن شاء الله وقفة الجماهير تستمر، وأتمنى اللاعبين أيضا لا يستكنوا على هذه النتيجة، والبطولة لا زالت ما ندري من هو البطل. فحققنا نعم إنجاز، وحققنا 3 أهداف، ولكن أيضا هناك شوط ثاني كامل، أتمنى إن شاء الله أن نتجاوزه وأن نوصل للنهائي بإذن الله، ويوفقنا الله بإذن الله إن شاء الله. سمو الأمير، إيش اللي أطربك اليوم في فريق الهلال؟ أنت كمحب لنادي الهلال، كرئيس هيئة أعضاء شرف، كنت تتوقع 3-0 يوم شفت المباراة انتهت، ايش اللي اطربك في الهلال؟ والله شوف، اطرب جب باصرار الهلال، قوة الهلال في تلاحمه، قوة الهلال في جماهيره، لم تهدأ طيلة المباراة، كان واضح انه اصرار من اللاعبين على انه يحققوا نتيجة قوية تسعد جماهيرهم وتسعدهم وتريحهم في المباراة القادمة. لا ننسى أن الخصم كبير جدا وقوي جدا، ويملك خيرة اللاعبين المنطقة أو الخليج تقريبا، فكل هذا يعني كان في ذهن لاعبينا، فأدركوا قيمة المباراة وعرفوا قيمتها، فلعبوا لأجل الفوز، والحمد لله تحقق لهم هذا. النتيجة سمو الأمير 3-0، كنت تتوقعها؟ كنت متوقع ان الهلال ممكن يكسب بالثلاثة؟ أنا بقول شيء، ما كنت يعني افكر في ان نفوز اهم شيء. إيه؟ 3-2-4 هذه كلها في علم الغيب، المهم ان نتأهل، هذا هو المهم عندي، ان نتأهل من هذه المباراة، هي المفتاح للمباراة القادمة. فالحمد لله يعني كان مفتاح خير، ومثل ما ذكرت سابق في بداية حديثي أنه لعبنا شوط وباقي شوط، فأتمنى إن شاء الله أن نحقق بإذن الله طموح جماهيرنا اللي هي طموحهم البطولة. جماهير الكرة السعودية عموما سمو الأمير، والله هي عندما أتكلم جماهيرنا جماهير الرياضية ككل، يعني صحيح الجماهير السعودية ومن ضمنها الهلالية أكيد، ولكن الجماهير الكرة السعودية عامة الخشاش لا يعنون بشيء. تفضل دكتور. مساء الخير سمو الأمير. أهلا أهلا دكتور، وألف ألف مبروك، ولا هي غريبة، ما حد صرنا نبارك لك من كثر البطولات ما شاء الله. الله يبارك، أنت متخصص كأس عالم. الله يسلم عمرك. أولا مبروك طال عمرك، وبعدين بصراحة يتميز الهلال دائما بالتفافة أعضاء الشرف والإدارة واللاعبين والجماهير. أنا أشوفنا في الفترات الماضية كأنها ضعفت، ما يعني ما كان بنفس التفافة أعضاء الشرف السابقة. يعني أنا أقول الآن في المرحلة القادمة بالنسبة للهلال بالذات يحتاج إلى التفافة صادقة من الجميع لمصلحة الهلال. صحيح هذا الكلام، أن كل ما كنا قريبين من بعض، كل ما كنا
مع بعض، كلها قوة للنادي هذا. صحيح. معروف ويستفيد منها النادي. تفرقنا لا سمح الله وهذا بعيد يضعف النادي كثير. صحيح. فالإدارة تطلب منا الأشياء كثيرة، أيضا لنا حق على الإدارة أنها تقدر أعضاء الشرف وتدعى إلى إرضاهم في كل كبيرة وصغيرة. صحيح. وهي ساعية في هذا ومدركة الكلام هذا، وتعرف أنه قوة الهلال في تكاتف لاعب. أنا أطمئن جماهير الهلال، أطمئنهم تماما أنه أعضاء الشرف مع ناديهم، كبرت المشاكل أو صغرت، قلت أو لم تكن فيه، فعضو الشرف يجب أن يكون يقف مع ناديه، الجمهور يقف يجب أن يكون مع ناديه، لا يمس مع أشخاص. فهذه هي قوة الهلال، هذا سر انتصاراته، هذا سر فوزه، أنه الهلال لحمة واحدة. نزعل من بعض أكيد، ويصير في خاطرنا على بعض أكيد، هذا شيء طبيعي، وأنا في نظري أنه شيء صحي. صحيح. لكن نظل هلاليين، نظل نحب، لولا هذا الشيء اللحمة الواحدة ما حققنا 56 بطولة وزعماء. يعني كتاب أقرأ من عنوانه، لولا تكاتف أعضاء الشرف ورجالات الهلال وأبناءه وجماهيره ولاعبينه ما حقق هذا الإنجاز. صحيح صحيح. ولكن الحمد لله ندرك هذا تماما، ولو أخفقنا فترة وحققنا فترة نظل الرقم الصعب ونظل الرقم القياسي في كل شيء. سمو الأمير بندر محمد رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الهلال، ألف مبروك، نتمنى إن شاء الله أن الهلال يجتاز الشوط الآخر في الإمارات، نرى إن شاء الله الهلال يحمل الكأس في الرياض إن شاء الله. إن شاء الله دعواتكم ووقوف رجالات الهلال مع لاعبين يدركون وهم على قدر المسؤولية، أتمنى إن شاء الله، وألف شكر على هذه الاستضافة العابرة إن شاء الله. ونحن نشكرك سمو الأمير لتجاوبك، شكرا لك.